طيب يا شباب، الحين هذه البالونة ايش اللي خلاها تتحرك قدام؟ امسك يا صيب البالونة بيدك. الحين ايش اللي خلاها تتحرك قدام البالونة؟ البالونة والسيارة، السيارة تحركت كلها قدام. تحرك قدام لان الهواء ينتفع ورا. ها الهواء ينتفع ورا، والسيارة وين اندفعت يا صهيب؟ قدام. ها ما اسمع، وين وين دفعت السيارة؟ قدام. السيارة وين دفعت؟ قدام. طيب تدروا ان هذا شيء تتعلموه في المدرسة اسمه قانون ايش؟ مين بيعرف قانون؟ رد فعل رد فعل لكل فعل، لكل فعل رد فعل. عيد عيد عيد، لكل فعل رد فعل. ممتاز ممتاز، ممتاز. طيب يا شباب، في شيء في حياتنا اختراع اخترعوه العلماء يشتغل على هذا القانون، لكل فعل رد فعل. مين بيعرف شو هو هذا الاختراع؟ الصاروخ. الصاروخ. ها وش هو الصاروخ؟ احسن. طب كيف يطلع الصاروخ فوق يا شباب؟ مين بيدري؟ انت تدري كيف؟ عشان الهواء ينزل تحت كذا. ها يا سلام عليك، احسن احسن. الهواء يندفع تحت والصاروخ يطلع فوق. وين؟ فوق. احسن، يلا نشوف نجرب مره ثانيه كيف راح يصير قانون. في عندك منفاخ هنا؟ في منفاخ، في منفاخ يا حبيبي، استعمل المنفاخ. لا استعمل المنفاخ يا حبيبي، استعمل المنفاخ. يلا يلا اي هناك هيو. لا ما رح تطلع فوق، هي حطها على الأرض. يلا شجعوها، شوف شجعوها مع بعض. واحد، شجعوه شجعوه. اثنين، ابعد وخر وخر يا ولد. اثنين، ثلاثة. اوه احسن احسن، يلا اشوف. يلا يا شباب، يلا يا اطفال، يلا اشوف. وجه هنا كذا، يلا وجه السيارة هناك، هناك وجه السيارة كذا. تعال يلا بوخر حبيبي، وخر خليه يحط السيارة. وخروا له شوي، ابعدوا له شوي يا أولاد. يا ولدي يا ولدي، يلا يا شباب، يلا نشوف. يلا واحد، شجعوه. اثنين، ثلاثة. شيل يدك، ابعد 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 من الطريق.